متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم 9 بعد الزوال. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى، ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم 12 أو 13.